الحاجة اليمنى مع باتو. طبعا موسم في ايطاليا ينتهي بالكاس، كاس في 29 ماي. زلاتان، اوه الهدف، يسجل زلاتان، يسجل زلاتان في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، هدفا مقابل هدف واحد. هل قضي الأمر؟ هل انتهى كل شيء؟ زلاتان إبراهيموفيتش يسجل هدف ميلان، هدف الخامس عشر في هدف التاسع عشر في إيطاليا هذا الموسم بين الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا. زلاتان إبراهيموفيتش ينفرد ويسجل هدف الأمل والفرصة الأخيرة للميلانيين. ستتاح لهم الميلان فرصة أخرى، ستتاح للميلانيين فرصة أخرى للتعادل.